سنين على قناة الساعة العالمية. على قناة الساعة العالمية. في الجنوب مصيفين، مصيف في منطقة عسير ومصيف البادية وأهل المريبة. الراقه يلاعب ربابه وايله، لقده ما بين المريبخ والقرى ركض سحابه وامطرت مخايله. مالطشه من حالك؟ من اول كنا نرد من هنا تهليث او وادي الدواسر قبل المشروع هذا. والله نرد المطاق ذي الينود عروة وبحاولة فيها أشياء شغالتنا 24 ساعة. شيباننا الأولين حنا ناخذ علمهم في الديار ومعلميننا بالمواقع اللي تحب البل والمواقع اللي ما تحب. لك الحمد يالله ما على نعمتك مجحود وخابت مساعي من كفر بك ولا برك. لجنا على حد الماء، حد يهجد وحد نلاج على حد الماء يصفر، ولمن الجهمة يرقد احد يرقد واحد ما يرقد. صحيح انكم انتم اهل الفضل لنا على 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 اهل البل وعلى اهل الباديه. وبلي شبع الله الحمد، لكن المنطقه ذي زين، ولكن يردني عده اشياء اللي هو الماء والسراء عند الماء. احنا صراحه نشكركم، احنا مدى طالما انكم اظهرتوا حياه الباديه بالشكل المطلوب وبالصوره الايجابيه اللي كلنا بالفعل نشتاق لها. تظهرون الباديه وأهل الحلال وأهل البل بالمظهر الطيب. نشطتهم من جديد إلى أنهم يتنافسون على الحلال الزين ويجيبون ويشترون، وكلين أهتم في حلاله، رجعت الحياة من جديد لأهل البل.